عقد الأمل الموحد اللي تكلمتوا عنه، هذا العقد قلنا احنا هي احدى الاهتمامات اللي وجهتنا فيها معالي الوزيرة في وضع دراسة لهذا العقد. العقد وضع كدراسة أمام مجلس الإدارة، وضعنا لدراسة لصياغة هذا العقد، قمنا بمخاطبة طبعا الشركاء الاجتماعيين كغرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال الكويت، وكذلك أخذنا رأي اتحاد المصارف واتحاد الصناعات وبعض الجهات المعنية في هذا الموضوع. طبعا بعد أخذ الموافقات المبدئية من هذه الجهات خاطبنا إدارة الفتوى والتشريع بحيث أن تبدي رأيها في هذا الموضوع لمرجعيتنا القانونية لهذا الجهاز المهم. العقد احنا قلنا هذا العقد احنا حاولنا ان يكون هناك حماية العلاقة العمالية ما بين العامل وصاحب العمل. نعم، هذا ما نود الحديث عنه دكتور، الى اي حد سيساهم العقد الجديد في الحد من النزاعات العمالية في حال تطبيقه؟ نعم، هذا العقد احنا قلنا راح يحد من النزاعات، لان بعض العقود المعمول فيها حاليا وسابقا فيها بعض الثغرات تثير لنا هذه النزاعات. قلنا اذا واحنا على اساس وضعنا هذا العقد لسد بعض الثغرات اللي ممكن من خلالها ان يتم ان يتم من خلالها خفء العبء على علاقات العمل في بعض النزاعات، وكذلك على الدوائر العماليه، لان هذا العقد راح يكون نصوصه واضحه للطرفين وراح يخف العبء. من خلال هذا العقد احنا نرى ان تكون ان يكون النزاعات مستقبلا بعد صياغته واخذ راي الفتوى والتشريع والجهات هذه راح نخفف من النزاعات العماليه، وهذا احنا ما نسمو اليه، ان تكون العلاقه علاقه باطار قانوني يحميها القانون ويكون واضح لطرفين العقد. نعم، طيب دكتور، ما هي اهم تفاصيل بنود عقد العمل الموحد الذي سيتم العمل به قريبا؟ طبعا اهم احنا لم نخرج من ما هو مقرر في قانون 6/2010 اللي هو الماده 28، هي حددت شكل او الاطار القانوني لعقد العمل، بالاضافه الى افرغنا في هذا العقد بعض النصوص اللي تكون واجبه للطرفين كالتامين وكحق الاجازه العامل، وكذلك بخصوص مكافأة هذه الخدمة. هذا غالبا ما نجدها غير متواجدة في العقود السابقة، مما تثير النزاع ويثير التفسير بين الطرفين العقد، فإحنا وضعناها حتى يكون الكل طرفين العقد مطلع عليها، حتى نحسم الأمور في حالة إذا أصبح هناك نزاع أن يكون العقد واضح أمامهم ونحس من هذه الأمور. طيب، ما هو التاريخ المتوقع للعمل بهذا العقد وتعميمه على إدارات العمل والجهات المختصة؟ طبعا هذا العقد احنا أخذنا موافقة مبدئية، طرح هذا العقد احنا منتظرين رأي الفتوى والتشريع ويكون هنالك مداولة أخرى بعد رأي الفتوى والتشريع. حاليا لم يتضح أمامنا تاريخ طرح هذا العقد، ولكن احنا ما راح نطرحه إلا بعد أن يكون غطينا كل الجوانب البحث فيه، وبعد ما تأتينا رد الفتوى التشريع، وفي مداولة أخرى راح ناخذ فيها أيضا بعض الجهات إذا كانت لم تشاركنا في الرأي. احنا نحب أن نشاركهم، ندخلهم في الآراء، ندخل آراءهم في هذا العقد، فحتى الآن لا يوجد تاريخ معين لهذا العقد أو طرح هذا العقد. إذن مدير إدارة شؤون القانونية في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور مبارك الجافور، شكرا جزيلا لك.